قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. عودة إليكم من جديد إلى تفاصيل الحصاد. إلى قطاعي النقل الآن، تمديد خطوط الترامواي بشرق العاصمة مشروع لا يزال يراوح مكانه، حيث أن الأشغال لا تزال تسير ببطء شديد، وسبب ليس نقص في الميزانية أو عراقيل بيروقراطية، وإنما بكل بساطة سوق فوضوي. نتابع التفاصيل عن الموضوع مع كرم طبوي وجمال دنبوشة. فوق سكة ترامواي وعلى شقه الرابط بين البرج الكيفان ومدينة درقانة، يصطف هؤلاء الباعة لممارسة نشاطهم التجاري، مما قد يؤخر إنجاز أشغال الترامواي في وقتها المحدد نظراً للعراقيل التي تخلقها هذه السوق الفوضوية. تعطلنا بزاف على جال الماتش، على جال الماشي هذه. احنا جزنا يعني كاتاستروفيكمون، واش ناو السلطات المعنيه بالامر، على كل حال ما عاونوناش في هذا الصوالح هذا. احنا خايفين غدوه كاش ما يصير ولا حاجه تولي كارثه، ومن بعد يبداو يقولوا علاش. غياب سوق لائقة دفعت بهؤلاء الباعة إلى بسط بضاعتهم على طول سكة الترامواي. مارشي ماش حيت نحل غاشي حيبقى يمصناني، باسكو ماش يخلي الترامواي يمشي يعدو ليه عندك بلا خدم. ديرونا بروسا شاب واحد وانا مارشي نخدمو كي أيوها الناس. ممارسة نشاط تجاري على طول السكة الحديدية من شأنه تعريض حياة المواطنين إلى الخطر، سيما كبار السن والأطفال، مما يستوجب تحرك السلطات المحلية لوضع حد لهذه التجارة الفوضوية وتعويض هؤلاء الباعة بمحلات لائقة. لتصلك آخر مستجداتنا، اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.